وده ابو علي وده حبيبي وبقد لغتك كمان ما يغلاش عليكم. يلا حبيبي بس ده كتير قوي يا ابن عمتي. عيب ما تقولش الكلام ده يا سيده، ده انتوا لحمي. حياه النعمه الشريفه على عينيا، انا بعتبر العيال دول عيالي بالظبط. بس انت شغال اليوم بيومه، مش ناقص تشيل حملنا كمان. كفايه عليك علاج عمتي وعلام اخواتك. لواني ما نعملوش معاكي كده، امال مين هيشيل همكم؟ طب بلاش، ما انت بنت خالي، جوزك الله يرحمه كان حبيبي واخويا وصاحبي. تعيش يا اخويا، ما هو ده العشم برضه. لو ليه ما تتجوزيه اهو يبقى سندك وضهرك ويربي عيالك. نتجوزوا ايه يا ولية؟ انت اتقبلتي؟ ده لسه ما دخلش ديني، هو اخويا وبس. بعدين هو ما اتكلمش في اي حاجه مني. بس انا بقى عارفه انه هو رايدك. ايه قولك؟ هو اقول لك حاجه زي كده؟ هو قايل لبحري كلها. بحري كلها؟ اه. طيب يا اختي بحري كلها. اه يا جنبي. اصبر اصبر يا عبدو، معلش استحمل شويه. جنبي جنبي هيموتنا يا سيده. ليش؟ نبص رجلك يا دكتور، الراجل هيموت من الوجع. انتوا ايه اللي جابكوا تاني يا سيده؟ انا مش قلت لك ان غسيل الكليه مش هيجيب نتيجه معاه؟ معلش يا دكتور، مفيش حاجه تانيه في ايدينا. للمره الالف، جوزك محتاج عملية نقل كلى، الغسيل مش هيجيب نتيجة. نجيب حقها منين بس يا دكتور؟ ده ربنا وحده يعلم احنا بنجيب حق الغسلة ازاي؟ الحمد لله على السلامة يا ابني. الله يسلمك يا حبيبة قلبي. ها يا سيدة، الحمد لله على السلامة. الحمد لله على السلامة يا عبد الراضي. ربنا يخليك لينا يا دكتور. احنا هنخرجوا امتى؟ يعني يومين كده تحت الملاحظة وربنا يسهل ان شاء الله. بس دمي تعبانة قوي يا دكتور. خير يا سيدة مالك؟ حاسة بإيه؟ كل حتة في جسمي يا دكتور بتوجعني. مش قادرة يا دكتور. معلش ده عشان البنج الكلي بتاع العملية، أنا هقول لهم يزودوا لك المسكنات شوية وإن شاء الله هتبقي زي الفل. ربنا يخليك. الحمد لله على السلامة يا جماعة. شكرا يا دكتور. الحمد لله على سلامتك يا سيدة. جميلك ده هيفضل في رقبتي ليوم الدين. مفيش فرق بيننا، لحمي هو لحمك يا عبد. ربنا يزيح عنك يا رب ويزيح عننا. يخليكي لينا يا ماما. ربنا يخليكي لينا يا حبيبتي. حبيبتي وبنتي. امسك يا عبدو، المدام بعتت لي الظرف ده الصبح مع السواق. ايه دول؟ ده نص مرتبي على فلوس الجمعيه، تدفع منهم مقدمه التنايه والباقي حجزته لشوار نعمه. ربنا يخليكي لينا يا اما، الصراحه يعني احنا تعبينك معانا. لا لا لا، خلوهم كلهم لشوار البنت يا سيده. مالكش دعوه انت بشوار البنت، انا عارف ادبرها زي ما دبرت لك مقدمه التنايه. ربنا يخليكي لينا وما يحرمناش منك.
ده انا من غيرك كان زماني في التربه. الفضل لربنا والست نازك هي اللي دفعت لنا فلوس العمليه وبعتتني مرتبي بالكامل. مني ما رحت شغل اسبوع واحد في الشهر ده. كتر خيرها وربنا يرزقها من واسع يا رب يا رب. ايه ده يا سيدة؟ ده كلام؟ ايه اللي جابك النهاردة؟ ده انت شكلك تعبان قوي. ازاي بس يا ست هانم؟ ده احنا بقالنا اسبوعين راقدين في الفرشة. بقولك ايه يا سيدة؟ اي حاجة تحتاجيها في اي وقت لازم تقوليلي. ربنا يكرم قصدك، خيرك سابق يا ست هانم. بصوا يا اخوانا، احنا لما نروحوا القهوه ما نلعبوش على المشاريب، احنا نلعبوا على تنميه عبده. مش لما نبقى نجيبوها الاول؟ لا، احنا نعملوا بيها مصلحه الاول وبعدين نلعبوا عليها. ايه مصلحه ايه دي؟ اصل عايز انقل عفش نسايبي عقبال امالتكم اخذوا اوضه جديده في اللباب. دي تنايه مش ربع نقل. واحنا يا عبد مستعدين نيجوا معاك وانت بتشتريها عشان تحصل لها البركه. هو احنا عندنا كام عبد؟ يومين كده بس ألف السوق عشان نشوف سعر أحسن يكون كويس عشان ما نتخموش. عاوز كمان القسطاي يكون مستريح عشان ما نتدبسوش. نصح يا عبد ناصح طول عمره لاقين عبده ده. مساء الخير يا ام حسن. مساء الخير يا ام عمر. عامله ايه يا اختي؟ هو انت لحقتي ترتاحي؟ هو الشغل يا اختي هيطير؟ ما اقدرش اقعد اكتر من كده يا ام عمر، مش في بيت مفتوح وعبد الراضي صحته كانت صعبه قوي. ليه بس يا حبيبتي؟ ده انا شايفاه الصبح زي الفل ومصبحه عليه. ايوه يا اختي، ما هو الدكتور بيطمنا انه تعافى وبقى كويس وراح شغله وهي نوايه تسند الزير. ليه يا حبيبتي؟ انت صحتك في النازل، خلي بالك من نفسك يا اختي، ما تموتيش نفسك، ما حدش هينفع. انا الحمد لله بخير، لميت لك فلوس الجمعيه من ام عبير وفتحيه وهبعتهم لك مع نعمه على المغربيه ان شاء الله. خلاص يا حبيبتي هستناهم، ولو عوزتي مني اي حاجه ابعتيلي، هاجيلك فريره. تسلمي وتعيشي يا حبيبتي. تسلمي يا قلبي. ما وقتيش يعني؟ ايه اللي جابك بدري؟ في يوم في ايه؟ انتي تعبانه ولا ايه؟ لا يا حبيبتي مفيش حاجه. يا حبيبتي مفيش حاجه ايه؟ لا طبعا، انتي لسه جنبك بيوجعك. لا يا حبيبتي انا كويسه. اندهيلي على عبده. عبده لسه ما جاش. لسه ما جاش لحد دلوقتي؟ مش عوايده. طب اندهيلي على حسن. يا حسن، حسن كلم امك. ازيك يا امه؟ ازيك انت يا حبيبي؟ خد فلوس الدروس. ربنا يخليكي يا امه. حبيبي ربنا يخليكوا ليا. خدي كلميلي عبده شوفي اتاخر ليه. يا خراش عليك يا امه، انت لسه ما بتعرفيش تستعمليه. يا بنت انت كل مره تبكتيني كده. انا علمتك عليه 100 مره. امال يا حسره لو ماسكه تليفونات بتوع الموضه كنت عملت ايه؟ ما بيردش. أنا هقوم أحمر البطاطس.
ياما مالك قاعدة كده ليه؟ عبد الراضي اتأخر خالص، ولا اتكلم في التليفون ولا حس ولا خبر. قلقانة عليه يا بنتي؟ قلقانة على ايه بس ياما؟ هو عيل صغير شوية وهتلاقيه داخل. طب افتح الدولاب وهاتي ظرف فلوس الجمعية واديهم لأم عمرو، هي مستنياكي. حاضر، رواقي انت بس يا قمر. أما تعالي بسرعة يا أما. خير يا بيت؟ إيه يا بيت؟ في إيه؟ مفيش حاجة. مفيش حاجة إزاي بس يا بيت؟ يا لهوي يا لهوي يا ياني يا لهوي. بالراحة بس، بالراحة. يا لهوي فلوس الجمعية وفلوس شوارك. يا لهوي ياني يا لهوي ياني يا لهوي يا لهوي يا لهوي. أقول للناس اللي شايلين فلوسهم عندي إيه؟ يا لهوي ياني يا لهوي ياني. احكي بس ياما، يمكن تكوني شايلاهم هنا ولا هنا ولا اديتيهم لأي حد. لا يا حبيبتي، أنا حاطاهم بنفسي هنا. يا لهوي يا لهوي يا لهوي ياني. استني بس ياما، هما كانوا في كيس اسود. ايوه انا شفت عبده ماشي بيهم الصبح. عبده اما اما في ايه؟ ده انتوا لحم جواني ما نعملوش معاكي كده، امال مين هيشيل همكم؟ ايه دول؟ ده نص مرتبي على فلوس الجمعيه، تدفع منهم مقدمه التمنايه والباقي حجزته لشوار نعم. لا 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 الله، اما الراجل جبان بصحيح بقينها في القرشينات بتوعك وفلوس شوار البيت ويهرب كده زي المره، ينفع كده؟ ده راجل، ده ما ينفعش تقال عليه راجل اصلا. بس بصي، ما تعتليش هم، ما تعتليش هم يا ام حسن، اني هنقلبه عليه بحري لحد ما نجيبه لك من تحت تقطيع الارض. انا ما عدتش طايقه اشوف وشه بعد العمله السوداء اللي عملها دي. انا كل اللي يهمني فلوس جمعيه الناس وشوار البيت الغلبانه دي. ده انا كنت بشيل اللقمه من بقي واحط الجنيه على الجنيه عشان شوار البيت. منك لله، منك لله يا عبد الراضي. خلاص بقى يا ام حسن بقى، يعني صلى على النبي كده، ما تعتليش هم. انا موجود ورقبتي سدادة في اي حاجه، ما تعتليش هم. تعيش يا اخويا، انا كل اللي طالباه منك تقول لامك تصبر علينا شويه في حوار الجمعيه عقبال ما ندبروا قرشين بدل اللي اتسرق. اتمنى هي اللي عليها الدور الجاي. هي عليها الدور الجاي. ما هقول لها، انا امي جدعه وهتصبر عليك، ما يعني ناس لبعضيها مش كده يا نعمه؟ يعني ناس لبعضيها وكده هتصبر. اقول لها اصبري يا امي، هتصبر امي على طول. خير خير ان شاء الله، حسب الله ونعم الوكيل.
أحي استلم يا برنس. عبد الراضي فين يا عود؟ مش ترمي السلام الأول يا أم حسن. إلهي ما يوقعك في دقيقة. قول لي عبد الراضي طفش فين؟ ده خد كل اللي حالتنا. هي فلوس التنية أثرت معاه ولا إيه؟ قول. إحنا قدرنا أسبوع ما شفناهوش. بس يتعرفوا له طريق سكة. ده أنتوا زملات في المصنع وصديقكم في علم بعض. أبوس إيديك ودلوني عليك وربنا ما يوقعكوا في دقيقة أبدا. قولوا لي هو فين؟ هاني هاني هنقول لك على اللي نعرفوه يا أم حسن واللي يجرى يجرى. أوعى أنا ما بنخافش في الحق. سامعك بتبرط عم بتقول حاجة؟ ولا حاجة يا حبيبتي. بحسب. عايزينك عيالة. يا خرابي؟ إيه يا راجل في إيه؟ أنت ما بقتش بتشوف كمان؟ جرى يا بنت بندلعوكي. بتدلعني ولا بتحميني؟ وماله برضك نحموكي؟ مش أنت خلاص بقيتي جماعتنا؟ بلا نيلة. ما تعدلي يا بنت، ما كانوش نقطتين مية وقعوا عليكي. يا اخويا بدل ما تنقطنا بنقطتين ميه نقطنا بحتتين صيغه نزيغوا بيها ايدينا ولا حته سنتين نعلقوها في رقبتنا. بدل ما انا يا حسره اسمي على ذمه راجل وخلاص. يا بت ما انا لسه مسيغوكي بشيء وشويات في شبكتك. لا الشبكه دي حاجه واللي بنقوله لك دلوقتي ده حاجه تانيه. دي هديه. امال انا يعني متجوزه واحد قد ابويا عشان ايه؟ مش عشان ما يخلينيش نفسي في حاجه؟ قد ابوكي؟ طب وماله يا بيت؟ ليك عليا بعد ما نخلصوا فطارنا ناخدوك من ايديك ونسيغوك من اول وجديد. ونبي صحيح. بس انت طردي. ونبي صحيح. طب يلا 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 قبل ما نكملوا فطارنا الاول يا بيت. يلا يا اخويا قبل ما الساعه تقفل الاول فطار هيروح فين؟ نكملوا فطار لما نرجع ابقى اكمل فطار. يا خراب يا اخويا اسمع الله عليك. ماشي.